أهلا فيك وسعيدة بالاستضافة الكريمة. وطبعا باختصار، أنا زينب الحساوي، حاصلة على الدكتوراه في الإدارة والقيادة وماجستير في الإدارة والقيادة واستشاري تربوي لمدة 25 سنة في وزارة التربية، وأيضا أخصائي نفسي. كل هذا رب لك الحمد، وكانت لي رسالة واضحة في دمج المعاقين في التعليم والمجتمع. والله في الواقع هو فعلا صعب جدا بعد، وفعلا كون ان ما سبق ان في امرأة تقدمت للمجلس البلدي، الامر اكيد صعب. ولكن انا درست العلم الادارة، واحنا اخذنا في الادارة والقيادة علم التغيير وكيف ندير هذا التغيير، فلازم ان احنا نستغل هذا العلم اللي درسناه عشان نفيد مجتمعنا. وأبدي أطبق هذا العلم إن شاء الله، بحيث أن يتقبلون فكرة أن امرأة كويتية مجتهدة وحابة أن هي تمسك هذا المكان بإذن الله وتقدم أفضل ما لديها. والسبب الأساسي هو في قضايا كثير أرى أنها لم تفتح إلى الآن، وفي قضايا مهملة بعض الشيء، ما أقول يعني أغلبها، لكن كثير منها يخص النساء. يعني ما أخص الدائرة الثالثة فقط، بس يعني إقبال كثير، وكانوا أكثر شيء أولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما أني أنا على قولتهم حاملة لواء الدمج، وطبعا أعمل حتى في المركز، أنا مديرة مركز النوير للاستشارات. من خلال هذا المركز أتعامل مع أولياء أمور كثير من اللي عندهم إعاقة. طبعا المجال وايد حلو، بحيث أن المجلس البلدي انطلاقة للمشاريع التي لم تطبق وللبيئة اللي أرغب أن تكون فيها دولة الكويت بالشكل اللي هو يناسب الأشخاص من ذوي الإعاقة، فكان وايد يعني الدعم والطلب أن أكون موجودة في هذا المكان. فعلاً طبعاً هو السكن بصورة عامة هي القضية الكبيرة اللي موجودة الآن على الساحة. الكل يعاني من قلة وفرة الأراضي، بالتالي هذا زاد عندنا سعر قيمة الأرض قاعدة ترتفع زيادة مو طبيعية، فقاعد نشوف هي مشكلة كبيرة راح تسوي خلل. إحنا عندنا نمو سكاني وما عندنا نمو حق الموارد ولا عندنا أماكن. أيضاً هناك في حلول ما نوخذت، أتمنى أن يكون نستفيد من تجارب الدول الخليجية في بناء المنازل الذكية. بالنسبة للسكن النموذجي، أتمنى أن يكون في تخطيط وهياكل أخرى جديدة مستحدثة تناسب الأشخاص على حسب احتياجاتهم لهذا السكن، ما يكون بشكل يعني يستهلك. وإحنا ندري أن كل سنة قاعدين في بيوت الحكومة اللي إحنا نسميها يهدم ويبني ويكسر ويوسع، فبالتالي إحنا ليش ما يكون من البداية هذا مصمم يوفي احتياجات الأشخاص؟ وإحنا كلنا يعني إحنا كلنا أسرة واحدة، وإن اختلفت المسميات ترى إحنا نفس الاحتياجات، نفس الأمور اللي إحنا المتطلبات اللي نبيها. بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، البيوت هذه ما تراعي احتياجاتهم في تصاميم معينة. كذلك أنا ألاحظ أن في الأسواق والمحلات التجارية والأماكن قليل ما نلاقي أن المكاتب الهندسية تهتم بالمصافط خارج المحلات هذه، فأتمنى أن التراخيص ما يأخذون ترخيص لمحل أو لمشروع اللي يكون أول موفر هذا الباركينج، لا ويكون في مصافط حق ذوي الإعاقة ونحترم هذا القانون. طبعا مشكلة الإسكان كبيرة جدا، وهي تحتاج إلى تدخل سريع، لأنها هي تهدد الأمن الوطني وتهدد كثير من القضايا الهامة. أتمنى أن يكون في حلول سريعة، ونستعين بالمطور العقاري مثل الدول المجاورة لنا ما استعانت فيه، وكان هناك طبعا أسعار غير باهظة مع تصاميم حديثة ومنازل ذكية تتم بشكل محدد فترة زمنية معينة عشان نقضي على تكدس طلبات الإسكان اللي موجودة ونحل شوية من تفاقم هذه المشكلة. أنا أشوف يعني أن السيدات المطلقات اللي مثلا عندها مدخول قوي أو عندها أملاك أو عندها أسرة مساندتها، كل هذه يعني المشكلة عليها شوي أبسط،
من اللي تكون مثلا شهادتها قليلة أو يكون يعني ما عندها مدخول آخر، قاعدة تعاني فعلا. إحنا يعني شفنا أكثر من تقرير، وأعتقد الكويت كلها شافتها تقارير، يعني يعيشون حالة مو حالة بنت الكويت. بنت الكويت لازم تكون تعيش حالة على الأقل إنها مستورة إذا ما كانت مرفهة بالنسبة للإمكانيات والثروات الموجودة في الكويت. فأتمنى أن ينفتح هذا الملف وأن يعاد النظر فيه بإذن الله. لا، مو لازم يكون عنده قصر، بس لازم يكون عنده سكن آمن، بحيث أنه هو ما يرهق الأجار العالي، الأجارات المرتفعة، ولا يرهق الخرابات اللي موجودة في البيت، اللي عندهم رواتبهم ضعيفة، اللي عندهم شهاداتهم متوسطة. خلونا ننظر حق الطبقة هذه، مو الطبقة اللي هم الدراسات العليا أو اللي وظائفهم زينة. إحنا مو مستوى واحد بالكويت، أكيد في طبقات، فلازم يكون الخدمات تغطي جميع الاحتياجات كل المواطنين. هو متى ما كان النظام ماشي حسب العصر اللي احنا فيه، احنا في عصر يسمونه عصر الرقمنة، كل شيء قاعد يتم من غير هذا الروتين، من غير الادارات المكتبية، الهياكل التنظيمية، التخصصات الغير واضحة، كل هذا قاعد يتم بشكل سريع، يسرع من الاجراءات، من تخليص المشاريع، من امور كثيرة يعني يهتم فيها المجلس البلدي. فمتى ما طبقوا هذه الأنظمة بالشكل اللي تناسب العصر وتغيرت هذه الأفكار والإدارات، راح نبدأ إحنا نجد خطط مناسبة للتطوير والتنمية أكثر واستغلال الطاقات الموجودة عندنا. والله يعني احنا ما نبي نقول منه المسؤول، مسؤول صاحب القرار والشخص اللي قاعد يخطط، ومسؤول فريق متكامل كبير. فاحنا يعني نحاول دايما نحل الامر، لازم يكون في خطة شاملة، دراسة متكاملة للتخصصات فعلا اللي احنا قاعد نودي عيالنا خارج الكويت ويدرسون، وندفع لهم مبالغ عالية جدا لما يرجعون يلاقون اماكن لهم. يعني تعبنا واحنا نشوف يشتغلون بوظائف لا تناسب شهادتهم، او حتى ما لها علاقة نهائي بالشهادة اللي حصلوا عليها، مع ان لديهم شهادات متميزة، تخصصات رائعة، ودرجاتهم تبارك الرحمن قاعد نشوف ان عندنا طاقات شبابية عالية جدا. أتمنى أن ما نهدر هذه الطاقات الشبابية ونبدي بوضع خطط شاملة متكاملة. أنا أتمنى أن كل واحد يعني يحط إيده ويبدأ يحط أفكاره ومقترحاته، ويريت يكون في، أو أعتقد احتمال يكون في مجال أن يشاركون برأيهم، لأن تبارك الرحمن إحنا في ديرتنا ديرة حرية الرأي يعني عندنا. فأي واحد يطلع يحط مقترح من الدكاترة الأكاديميين المختصين بأن خلاص اكتفينا من هذا النوع من التخصصات. عام 2019 أنا سويت مؤتمر مع وزارة الشباب، أنا كنت رئيسة المؤتمر، ويبنى تجارب من دول برا نزيد البعثات للمعاقين أيضا أو الأشخاص من ذوي الإعاقة. أنا ضد هذا الكلام أن احنا نقلل البعثات، احنا نغير التخصصات ونزيد تخصصات حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة. هناك تخصصات مستحدثة جديدة لا تناسب أحيانا مجتمعنا، ممكن نوائمها ونوظف فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة وما نهدر طاقتهم. وبالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم إعاقة، تكرار التخصص نفسه فعلا قاعد يحدث تكدس، فما يصير فيه اتزان عندنا. اي نعم، انا مع المجالس المنتخبة، وطبعا لهم دور كبير، وهم كأنهم عين رقابية ومساعدة جدا للمجلس البلدي. اتمنى ان تعمم، وبعدين يكفي ان اللي قاعد يقومون فيها شباب ومجتهدين متطوعين، واغلب المشاريع الناجحة ترى بدأت بالتطوع. فاحنا لو نخلي في كل منطقة يكون في عندنا متطوعين منتخبين، ويصير عندنا هذه المجالس، راح يكون عندنا بواسطة التقنيات الحديثة، التصوير، الإخراج، قاعدين يحطون كل المشاكل على أرض الواقع ويصورونها يتحدثون عنها، ترى كلها بطاقة شبابية. فإحنا نفرح أن يكون عندنا شباب حريصين على ديرتهم، على إتمام المشاريع، أو حتى المشاريع اللي لم تطبق بشكل جيد أو اللي يطمحون لها. هذا باب كبير راح يفتح لهم مقترحات، راح يفتح لنا باب يعني أمل جديد أن يكون عندنا أفكار جديدة، وهي أفكارها كلها غير مكلفة وبروح شبابية، لأن أنت شايف عصرنا الحين هو عصر الشباب يعني.
فأتمنى أن يطبق هذا المجلس. طبعا أنا أكتب في جريدة الأنباء الكويتية ولي مقالات كثيرة عن الدمج وعن الإعاقة وعن حقوقهم، ووايد كنت يعني أنتبه حق هذه القضية بما أنها كانت رسالة الدكتورة. الكتاب اللي موجود بين يدينك هذه تجربة كانت في الكويت مطبقة، أنا قمت بقياسها وشفت شلون إحنا ممكن ننمي مهنيا الإدارات بما أن تخصصي إدارة، فكنا ننمي مهنيا الإدارات بحيث أن هم يدمجون طلاب عندهم إعاقة مع طلاب ما عندهم إعاقة، بس طبعا هذا تحت مؤشرات ومعايير وفي استراتيجية كبيرة وفي بدائل ومسارات مختلفة، ويتم تنمية مهنية لجميع العاملين. فالأصل في تطبيق أي نظام جديد أنك أنت تدرب وتنمي مهنيا. إذا إحنا نبي نحط في المجلس البلدي وفي تخصصاته تنمية مهنية أو نحط نظام جديد، لازم نستحدث تنمية مهنية جديدة لكل العاملين، وبعدين يعتادون على الممارسات وعلى النظام والتطبيق، بالتالي راح يصير الأمر عندهم سهل فراح يطبق هذا، وتكون إن شاء الله يعني النظام الجديد الرقمي هو اللي يكون مطبق بإذن الله. بالنسبة حق الدمج طبعا يفيد الفئتين، أهم خصائص الدمج إن أنت في عندنا يكون يعني أنت تعطي حق للطرفين سواء اللي عنده إعاقة أو الشخص اللي ما عنده إعاقة، يصير في مساواة. بعدين أنت تؤخر عنه وصمة أن أنا عندي إعاقة وأني أنا معزل، العزل في مدرسة بروحي، أني أنا أكون مع أخوي مع أصدقائي، هذه الوصمة. أيضا دعم نفسي كبير لأولياء الأمور أن عيالهم يكونوا مدمجين مع بقية هذا الشباب. أيضا هو الشخص اللي عنده إعاقة راح يحس أنه هو مقبول مجتمعيا، أنه جزء من هذا الوطن، ويبدي يشتغل ويستهلك الطاقة اللي عنده في خدمة وطنه. الشخص اللي ما عنده إعاقة راح يكون متعاون أكثر، راح يكون عنده رحمة، راح يكون عنده التزام ومسؤولية واحترام حقوق الآخرين. وأبسط شيء حقوق الآخرين الباركينج اللي إحنا قاعدين نشوف مشكلة المواقف السيارات اللي وايد نعاني منها. والله ممكن يعني ممكن تكون الكويت سياحية، لأن ما شاء الله إحنا عندنا واجهات كثيرة وأماكن كثيرة ولكن لم تستقل، حتى عندنا جزر جدا يعني مهمة وعندنا مظاهر ممكن نستغلها، وهذا كله يحتاج أيضا إلى دراسة. يعني أنا أذكر من أحد الدراسات اللي قدمتها في إحدى المؤتمرات في سلطنة عمان كانت عن الأماكن السياحية في دولة الكويت، وهي تخص المعاقين وكيف أن المعاق يطلع من بيته وما يلاقي مكان سياحي. طبعا أقصد الأماكن السياحية، المعالم الطبيعية، الأماكن الدينية، الحدائق، حتى الفنادق. فلما يعني طبقت الدراسة ما لقيت كثير من الأماكن، لقيت فندق واحد مهيأ، ولقيت أيضا أن عندنا شواطئ البحر غير مهيئة للمكفوفين أو اللي عندهم إعاقة حركية. فبالتالي هذا كله يخص أعمال المجلس البلدي. إذا خططنا بشكل جيد راح يكون هناك حتى سياحة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا كان آخر مؤتمر حضرناه في عمان وشاركنا بأوراق عمل باسم الكويت. شاركت أنا مع يعني أخ عزيز من الصم، وهو قدم أيضا ورقة عمل تتكلم عن السياحة والمطارات وكيفية تهيئتها. فإذا إحنا بادرنا في هذه الخطوة وعملنا الأماكن مهيئة راح تكون للأشخاص من ذوي الإعاقة حاجة، ولكن حق الأشخاص اللي ما عنده إعاقة راح تكون رفاهية، بالتالي إحنا وفرنا السياحة بالشكل اللي مرغوب. يعني هو مو بس حق الدائرة الثالثة، أنا أوجه رسالة حق كل الأشخاص اللي يبون يتقدمون وينتخبون للمجلس البلدي، أقول إن التغيير مهم ولازم وضروري. وعن تجربتي أنا، بداية ما اشتغلت من الدمج في 2010 كان مو مقبول إن إحنا نلاقي شخص من ذوي الإعاقة مثلاً قاعد يصور أو قاعد يشتغل أو يشارك في مؤتمر. اليوم إحنا بذلنا، اشتغلت من ذاك الوقت إلى اليوم إلى أن دخلنا شخص من ذوي الإعاقة كثيف في الإذاعة، قدم برامج، دخلنا أيضا شخص ألقى محاضرة، دخلنا شخص علمنا التصوير وتعلم معنا التصوير ومختلف الإعاقات. فإحنا مثل ما قدرنا ندمج الأشخاص من ذوي الإعاقة
واليوم صرنا نشوفهم مشاهير بالسوشيال ميديا ومشاهير في أعمال كثيرة. الحين إحنا ممكن نحن نستحدث أنظمة جديدة، بس هو يحتاج إدارة التغيير وثقة المواطنين بإذن الله. والله أقول حق الشباب انطلقوا بأفكاركم ودوروا أي طريقة تعرضون فيها ابتكاراتكم، لأن بإذن الله مهما طال الوقت راح تنجحون وراح توصلون، وإن شاء الله إيدنا بيدكم ويوصلون الشباب حق أهدافهم يا رب.